يسعد صباحكم حبايبي، صباح الخير. good morning، where are you؟ hello. صباحكم فل، صباحكم ورد، صباح الياسمين، صباح الحاجات الحلوة الجميلة على كل متابعين ابي لندن ووكر. انا كويسه بس باخد، انتوا عارفين الناس القديمه، كل 6 شهور العلاج بتاعي بيخليني نفسي مش مظبوط، عندي بيخليني احس ان انا مش بقدر اصحى، اي يعني ولو صحيت ابقى مش انا خالص، يعني يا مفيش اي نشاط. سو عالبال السيستم بتاع جسمي ما يتعود على الجرعات اللي بيدوها لي بالتدريج، بتاخد وقت، بتاخد مني وقت. and ألف شكر للناس اللي سألت علي، ألف شكر للناس اللي قلقانين علي. ان شاء الله كلها يومين كده، وانت كالعادة يعني على ما انا متعودة يعني تكون اتظبطت المسائل بتاعت التنفس بتاعتي مع الادوية اللي بيدوها لي. احمدي ربنا على صحتك، وبصي لحالات كتيرة قوي حواليكي وقولي الحمد لله، الحمد لله انه انا احسن من غيري، الحمد لله يا رب اني بقدر اقوم اخدم روحي، الحمد لله اني بقدر اقوم احمي روحي، الحمد لله يا رب اني بقدر اعمل اكلتي، الحمد لله اني واقفة على رجلي بقدر امشي، الحمد لله يا رب على كل شيء انت مديهولي انا راضية بيه، وحسبي الله ونعم الوكيل بحق غربتي ومرضي. بأي واحدة شمال تكتب شيء في حقي بالغلط بالقصد، and ربنا يرزقك بمرض في جسمك يخليكي ما تقدريش تتكلمي، ويخليكي تفضلي كده هو عاملة زي العويلة. انا واحدة بتحدى المرض، انا واحدة بتحدى الزمن والدنيا، انا واحده ستات كتير قوي بيتمنون يكونوا في ربع ابي لندن ووكر. الست الجهله اللي تدخل تكتب في كومنت وتقول دفعت لهم كام، انت ست جهله فعلا، واثبتي بالكومنت بتاعك ان انت ست جهله، ومش هكبر دماغي زي الناس ما بتقول. انت تقول انسي، ارمي ورا ظهرك، كبري، انا لساني قد كده واقدر ارد عليكي وعلى الاشكال اللي زيك، ومن هنا من قلب لندن بقولها لك يا واطيه، يلي اهلك ما عرفوش يربوكي، يلي اهلك ما عرفوش يصرفون عليكي، يلا اهلك خلوكي انسانة ممكن تكوني عبرة للباقي. يا ايمان يا بنت حواء وادم، يرزقك بمرض السرطان يجيلك
وان الناس كلها كده تتفرج عليكي، يا واطيه يا بنت الواطيين. وانا بقى بقولك من انجلترا هنا، اقسم برب العزه بحق جلاله الله وقوته، اني كل لما بشوف اشكالك، كل لما انا بقوى اكتر اند اكتر، وكل لما بحس اني ضعيفه بقوى، وبقوي روحي عند بقوي الناس اللي زيي، بقوي الناس اللي عايزة تحب الحياة عند تحب العيشة. انت مين يا نكرة يا واطية؟ انت مين؟ انت ولا حاجة، اقسم بالله العظيم انت ولا حاجة. انت واحدة تحتها خطين بنقول عليها she is absolutely nothing to write a bad comment تحت فيديو نستضيفني في قناة النهار وتكتبي وتقولي دفعت لهم كم. انا لو قادرة ادفع هدفع عشان اشكالك تنقهر اكتر، لكن الحمد لله من غير ما ادفع ولا مليم لكل الشرف انهم طلعوني على قناة النهار. يا مقهورة يا بنت المقهورة. يس يس، انت واحدة من جواكي غل عند حقد عند غيرة من اللي احسن منك، من اللي وقفت على رجلها وصبرت، من اللي اتحدت مرض السرطان، من اللي قعدت قرع 5 سنين، من اللي ضحكت كل الملايين دي كلها ونستهم همومهم. انا احسن من اشكالك يا انا احسن من اشكالك، لانك فعلا تستاهلي كل الشتيمة اللي قلتها لك دلوقتي، ولو انها مش شتيمة. انا بتفرج على فيديوهات ناس كتيرة جدا بتقول كلام في منتهى قلة ادب، لكن انا علشان تربيتي ها، وعشان اصلي، وعشان انا ما نشرفنيش اني اجيب اسمك تاني على لساني، بقولك روحي ربنا يرزقك بالاورام تهاجم جسمك بحق غربتي، وبحق وقفتي في غربتي الوحدية وبطولي، وبحق قوة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. يا إيمان يا بنت حواء وآدم ينتقم منك أشد انتقام. شوفي بقى لما ربك يسمعني وأنا واقفة في الشارع بقول عليكي كده، شوفي أنتي بقى هتعملي إيه لما يجي عليكي يوم أسود لون كعب رجلك المعفن. يس، عارفة انتي لو ست مش جربانة عند ناتنا ما كنتيش تغرين من ابي. لو انتي ست بتهتمي بروحك كنت هتفرحين، والناس الشمال اللي عمالين يعملوا على قفايا شغل يا حاجة يا حاجة، مش اي واحدة يتقال عليها خبيرة تجميل يا حاجة، ياللي لابسة الحجاب على شعرك ولطعتي صورة على القناة بتاعتك بشعرك الأصفر يا اختي. نقاد تناقض، بتعملي حاجات من اللي انا عاملاها. كل شوية واحدة تطلع تقول اللي بالي ذكر المهلبية. يس يس، انا اللي بدعت اللبان الذكر، وانا اللي بدعت التقنيه بتاعت الخميره، وانا اللي بدعت كل حاجه بتهتم بيها ست بيت، وانا اللي بدعت الضحكه، وانا اللي بدعت الكاركترز اللي انا بلبس فيه اشكال عند الوان علشان تخليكي تقولي اشمعنى انا. مش بالاسم ملكة الخميرة
ولا باسم خبيرة التجميل. أنا ما خدتش لقب خبيرة التجميل العالمية غير لما وصلت للعالمية، لكن في الأول أنا واحدة عادية. إنما اللي تتناقض وتحاول تقلد تقليد أعمى، مهما تعملي عمرك ما هتوصلي للربع اللي أنا وصلت له. عارفة اللي أنا وصلت له مش فلوس، إذا كان أنتي ولا الأشكال اللي زيك أصحاب القنوات الخلف خلافة بتوع الكاميرا الخفية دول. انتوا اخركوا كزدورة مشوي تقعدون كده تقرقضون فيه وتنامي من غير ما تغسلين سنانك وبقك، يبقى ريحته معفنة ناتنة ناتنة كده، تبقى ريحة رجلك معفنة، ريحة سنانك معفنة، وريحة شعرك معطنة. يس بابي يس. واللي يجي جنبك يقول واحد اف عند صلحه، واحد اف عند صلحه. يس. ناس المحترمين الجمال اللي طلبت منهم من حوالي ساعتين يخشوا يردوا غيبتي، انت مش هتكلفك حاجة انك تردي غيبة واحدة عيانة مش قادرة تقف على رجلها تعمل حاجة خالص في بيتها، يدوبك بتستحمى بالعافية ياه وتنزل وتروح دكاترة. أنا دلوقتي رايحة لدكتور النظر لأن نظري ضعف عن الفترة اللي فاتت، راح أعمل كشف نظر ياه واشتري بيجامة جديدة. شفتي بقى ممكن تبقى عيانة عند تنزلي تمشي بالشويش زي ما أنا ماشية كده، أنا بقالي 10 دقايق ولا ربع ساعة ماشية بالشويش وبطلع عليكي غباوة الدنيا من بقي يا، لكن بقوم أقول أنا عايشة، أروح أشتري إن شاء الله شبشب، إن شاء الله بجامة. يس يس. أمشي رجلي أشم الهواء النظيف الأكسجين، أبص كده على روحي في المراية شكلي وحش، لا حطي ميك اب، بلاش الالوان الكئيبه وانت عيانه، لا البسي احمر عشان يديني بهجه. انا اتعلمت حاجات حقيقي، انه في مثل مصري قالته لي واحده في كايرو، اللي يصعب عليك يفقرك. يس يس بيبي يس. المثل ده صحيح، اللي يصعب عليك يفقرك. أو والله أي والله. الله يرحمك يا أختي، الله يرحمك. خده وما خدنيش ليه؟ لسبب، يمكن عشان أستمر عند أنجح عند أغيظ الستات الشلة الشمال اللي قاعدين بيبي بيمسكين الموبايل مكفيين عليه، مكفيين على الموبايل، دفعت لهم فلوس. طب انا دفعت لهم فلوس، طب انت زلعانه ليه؟ طب افرضي ان انا دفعت، زلعانه ليه انت ان انا دفعت فلوس؟ يا انت عارفه انت ايه بالظبط يا اللي اسمك ايمانيا اللي كاتبه الكومنت الزباله اللي شبه وشك القبيح اللي انت حطاه على البروفايل بتاع اليوتيوب بتاعتك؟ انت عاملة زي اللي فوقيها خرة عند تحتيها خرة، عند تبص على الناس لحسن منها وعند تقول اف. يس او والله او والله. يسعد صباحكم، يسعد قلبكم الناس المحترمات الجميلات اللي بتساند ابي، الناس المحترمات الجميلات اللي بتقول عايزين الحاجات القديمة يا أبي. أنا نزلتها لكم كل لما أفضى، كل لما بقص حاجات وبنزلها لكم. أقسم بالله وحياة ولادي، وحياة ولادي، أنا عمري ما بتأثر بكلام الناس الشمال،
عارفين انا بتأثر من حاجة واحدة بس، تجيلك اسعاف تاخدك يا بنت الورمة يا متصابية. انا مشيت محطة اوتوبيس كده، يا يا الله هتشتي هتشتي، انزل التند هتشتي، شم المية بس ما تخشش على وشي. كاتبة ايه؟ شايفة الاضاءة عكسة خالص. مجهود مشكورة يا حبيبتي، انتي بتدي كتير، ربنا يكافئك وينصرك. اشكرك يا حبيبتي، اشكرك. يا بطة ربنا يجبر بخاطري، جبر بخاطري، الحمد لله يا رب جبر بخاطري يا حبيبتي. انتوا بقيتوا 10 سنين، والله 10 سنين يا جماعة. سيريوسلي همشي محطة كمان. همشي محطة كمان. اللهم انصرني يا رب وقويني، اللهم انصرني وقويني يا رب. خيتي انا كويسه يا خيتي، انتي متواجده معانا باستمرار من زمان. طبعا هقول لكم على حاجه يا جماعه، ايه اللي بيخليني اكون كل 6 شهور بالشكل ده؟ هي بتبقى عبارة عن جرعات كيماوي، بس بتكون جرعات صغيرة بناخدها بالتدريج. عشان الحالة بتاعتي انا بتستجيب لده، في حالات تانية لا. الأعراض الجانبية ترجيع بقى، ترجيع، رعشة، خمول وكسل، حس إنك مهدودة، and سقوط شعر. Yeah. وعشان أنا عارفة إنه هيحصل سقوط شعر، الأسبوعين اللي فاتوا كنت بعمل خلطات للشعر عشان أقدر أخلي عندي وأنا تعبانة الخزين بتاعي اللي إذا عشت أعالج بيه شعري. وصفاتي القديمة أقوى بكتير من الجديدة كمان. Yeah. And الحاجات اللي كنت بعملها لكم زي الكريمات والسيروم والحاجات دي والوصفيات اللي في مكعبات الفريزر
هي اللي نفعاني دلوقتي وانا تعبانة. شفتي بقى، هو ده بقى الفرق بين المخ عند الطيز، يا قصدي المهلبية، عشان انتي اصلا ما شفتيش ربع اللي انا شفته عشان تتكلمي ولا تكتبي. يا انتي قوية وبإذن الله هتعدي الأيام الصعبة. عديت أصعب منها، أنا عديت أصعب منها. يس، ورجعت وقفت تاني على رجلي واشتغلت وعلمت ناس كتير حاجات حلوة، اجتهدت وقهرت ولاد الورمة. ياه، هو مش هيهمني بالاشكال الضاله اللي ممكن من قهرتهم يكتبوا شيء ضال زيهم. انتوا ولاد شوارع، ما عندكمش اصل. ياس، الستات اللي بيشتمونني انا بقول لكم انتوا ولاد شوارع، ما عندكمش اصل. لان لو عندكم اصل قبل ما تفكري تهيني حد او تتبلين عليه، فكري باصلك، واصلك طبع عليكي في الكومنت بتاعك، عشان انت فوقيكي خره انت تحتيكي خره.